بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد، أهلا ومرحبا بكم في كورس السايل ميكانيكس المقرر على المستوى السابع من قسم الهندسة المدنية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مسألة عن الستريسز، وإحنا اتكلمنا قبل كده أن في نوعين من الستريسز، في الأوفر بيردن بريشر أو اللي هي وزن التربة نفسها، ودوت خدنا عليه أمثلة قبل كده في الفيديوهات السابقة. لكن النهاردة عايزين نتكلم على مسألة، لو أنا عندي مبنى أو مبنيين وعايز أشوف تأثير هذه المباني على التربة عند أعماق مختلفة. فإحنا هنا المسألة بتاعتنا بتقول إيه؟ عندي مبنيين، في مبنى عبارة عن 10 متر في 10 متر عليه استريسز 10 طن بالمتر سكوير، وفي عندي مبنى جنبه كمان عبارة عن 10 متر في 5 متر ولكن عليه الاستريسز بتاعه 20 طن بالمتر سكوير. فالمباني ديت بتأثر على التربة، واحنا عارفين ان المباني كل ما بنزل في عمق الارض تأثير المباني بيقل، فيهمني ان انا اعرف عند اعماق مختلفة قد ايه الاستريسز. فانا في الحالة حالتي هنا بتقول لي ايه، او في المسألة بتاعتي عايز الاكسسز في الاستريسز عشان دي زيادة، المباني دي ما كانتش موجودة، كانت بس وزن التربة اللي كانت موجودة هنا وخلاص. فبيقول لي بقى عايز الاكسسز في الاستريسز اندر فين؟ اندر بوينت، عند نقطة A وعند نقطة B وعند نقطة C. طب فين؟ عند عمق كام؟ قال لي عند عمق كام؟ 5 متر. طيب زي ما اتعلمنا في الجزء النظري نحل الكلام ده ازاي؟ عندنا في طريقتين، او اكثر طريقة دقة في الموضوع دوت هو طريقة فادوم او الانفلونس مين فاكتور. الانفلونس فاكتور كان قلنا ايه مشكلتها، لما او ايه النظرية بتاعتها الراجل فادوم ده لما جه يتكلم، قال ان انا هقدر احسب لك الاستريسز بس معلش عند الركن بتاع المبنى فقط لا غير، عند الركن فقط، يعني ما اقدرش احسبه لك هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. لكن احنا اتغلبنا على القصة دي ازاي؟ ان احنا بقينا عايز تحسب عند النقطة ديت، اخلي لك النقطة ديت عبارة عن ركن للمبنى. واضح الكلام؟ طيب تعالى بقى نشوف اول حاجة نقطة ايه. نقطة ايه سهل جدا ان هي في الركن بتاع المبنى ده، صح؟ لكن مشكلتها في ايه؟ ان هي مش في ركن المبنى ده. طيب تعالى الاول نتكلم على المبنى الاول، يعني دوت عشان اجيب الانفلونس فاكتور او المعامل اللي هنضربه فيه الاستريسز ده عشان اشوفه عند عمق عند عمق 5 متر، بنجيب حاجة اللي هي الام، فاكرين الام اللي هي بتساوي ايه؟ ال او بي على زد، اي حاجة ما تفرقش يعني. فعندي 5 على 5، ما هو ال بخمسة او البي بخمسة والزد بخمسة تطلع بواحد. طب والان؟ الان بتساوي كام؟ الناحية التانية، يبقى 10 على 5 بتساوي كام؟ 2. طب انا جبت الام والان، هروح داخل على الجدول، الجدول بتاعنا اللي هو فيه ام وان، اخش بالام بواحد والان باتنين. لو تبص في الجدول كويس هتلاقي قيمة الاي بكام؟ الاي ببوينت 2. طب حلو الكلام ده. بعدين النقطة التانية بقى، عايز اخلي نقطة ايه ديت ركن للمبنى التاني ده، فاعمل ايه؟ اروح مقسمها كده اهو، فبقت عندي هي ركن في المبنى ده وركن في المبنى ده، كأنهم مبنيين. ضحكت عليها انا يعني، ضحكت على المسألة. طب اعمل ايه؟ طب ما دي سهلة جدا، لان دي برضك المبنى ده 5 في 10 و5 في 10، فالاي بتاعته واحدة، فبقى الموضوع سهل بالنسبة لنقطة ايه. فلو عايز اجيب بقى دلتا سيجما، اقول دلتا سيجما بتساوي مين؟ بتساوي المبنى ده الكيو بتاعته بكام؟ ب 20، صح؟ واضربها في بوينت 2. ولكن بقى المبنى التاني دوت في مبنيين، خلي بالك هو مبنى واحد 10 في 10 بس انا قسمته لحتتين، حته 5 في 10 و5 في 10، يبقى هقول زائد كام؟ 40 في ها المبنى الاولاني ده بوينت 2 والمبنى التاني برضك بوينت 2. لما تحسب القيمه ديت والقيمه ديت يطلع لي دلتا سيجما بكام في الاخر؟ يطلع لي ب 20 طن برميتر سكوير. ده تاثير الايه المبنيين على النقطة 2 ايه. تعالى ناخد نقطة مثلا بي، نقطة بي ادي الرسمة بتاعتنا اهيت، ده اللي هو كام؟ نقطة بي هنا، نقطة بي هنا، وادي المبنى التاني اهو، ده 20 وده كام؟ 40. نقطة بي خلي بالك سهل جدا بالنسبة لل 40، صح؟ لاني بقت في الركن، فاقدر اجيب الاي بتاعته. الاي بتاعته اجيبها ازاي؟ الام بتساوي هو 10 في 10، يبقى 10 على كام؟ على زد بخمسه يساوي 2، والثانيه برضك 10 على كام؟ على 5، دي اللي هي الان ب 2. نروح داخلين على مين؟ على الجدول، شوف الجدول تطلع منه الاي. الاي بتاعته طلعت بكام في الحاله ديت؟ طلعت ببوينت 2 3 2، ده المبنى ده وجبت تاثيره خلاص.
السؤال بقى عايز اجيب تأثير المبنى ده، هو ده المشكلة. ليه؟ المبنى ده بعيد عن النقطة ديت، بس انا برضك ما يهمنيش، انا برضك هضحك عليه. ازاي؟ هروح عامل كده وجايب الاي بتاع دي كلها. يا دكتور المسألة دي مفيش هنا مبنى، ده المبنى لحد الحتة دي بس، ازاي تقول هنا فيه؟ هقول له ما انا هجيب بتاع ديت واطرحها منها، يبقى كأني شلت الحتة اللي انا ضفتها تاني. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ الاول لازم اجيب بتاعت الكبيرة ديت اللي هي كام بقى؟ 20 في كام؟ اهم حاجة لازم النقطة تبقى فين؟ في الركن. يبقى 20 في 5، يبقى اجيب الام بتاعتها ازاي؟ بتساوي ها 20 على 5 بكام؟ ب 4، وكام؟ ها؟ و5 على 5 فيها الواحد. طيب جبت الام والان، يبقى اروح على مين؟ على الجدول، اخش بالام على ان، الام والان اطلع الاي، الاي بتاعتي دي بكام؟ الاي ده بتقولنا دي اي 1، يبقى اي 2 بكام؟ 0.204 ده من الجدول. طب وبعدين؟ خلاص بقى كده خلصت المساله. واحد يقول لي طب ما دي عندي اللي هي ال 10 في 5 لسه جايبينها من شويه اللي هي طالعه 0.2، فبقى الموضوع سهل مش هقعد احسبه بقى اكتر من مره عشان ما اضيعش وقت في الاختبار. يبقى دلتا سيجما بتاع النقطه 2 ها بي بتساوي ايه بقى؟ مبنى ال 20 خدوا الاول 20 اهو في ها الكبيره دي كلها اللي هي كام؟ 0.204، لكن ناقص ان ده مش موجود اللي هو بوينت كام؟ 2، واضح؟ زائد المبنى الثاني اللي هو كام؟ 40. 40 ده اضربه في كام؟ ها؟ في الاي بتاعته لسه جايبينها اللي هي كام؟ 0.232، يطلع كام الناتج دوت؟ لما تيجي تحسبه بالاله الحاسبه طلع ب 9.36 طن على المتر سكوير. لاحظ ان طبعا 2 البي ديت نقطه بعيده، فالاستريسس فيها مين؟ اقل من النقطه اللي كانت عند نقطه 2 ايه هنا. اخر نقطه المفروض ان احنا عايزين نحسب لها الدلتا سيجما بتاعتها اللي هي النقطة مين؟ سي. فين النقطة سي؟ نقطة سي اللي هي هنا. طيب عايزين نجيب تأثير المبنيين عند النقطة ديت عند عمق 5 متر. أول حاجة عندي مين؟ المبنى ده. المبنى ده هي موجودة في الركن وهي 5 في 10 دي عندي، مفيش مشكلة يعني. أمال إيه المشكلة؟ في المبنى الكبير دوت. طب المبنى الكبير ده جيب تأثيره إزاي عند النقطة ديت؟ هعمل إيه؟ لازم تبقى النقطة في الركن. فأبتدي آخد كده وأعمل ده كله كده، أجيب له أي لده. واضح؟ يبقى اجيب لي اي ده كله. يا دكتور دي مش موجوده، ما احنا اتفقنا طالما مش موجوده هنطرحها. يبقى بعد ما اجيب دي كلها اطرح منها ديت، يبقى جبت تاثير هذا الايه؟ المبنى. طيب السؤال بقى، انا عندي دي موجوده بتاعت ال 20، لكن بتاعت ال 40 اللي هي 20 متر في 10 متر ما عنديش، تعال نجيبها؟ نجيبها. يبقى عشان اجيب نقطه 2 سي اجيب الام عباره عن 20 على 5 فيها الكام؟ فيها الاربعه. والان برضك ما دي 20 على 5 بتاعتي. انت عندك دي 20 على كام؟ ديت 10، دي 20 ودي كام؟ 10، صح؟ يبقى 20 على 5، وعندك 10 على كام؟ على 5، صح؟ اللي عندي دي، يبقى 20 على 5 و10 على 5، يطلع لي الاي بكام؟ لما تخش على الجدول بتاعتك هتلاقي الاي بتاعتي بكام؟ ب 0.247 تقريبا، هنشوفها في الجدول بتاعتنا، ويبقى دلتا سيجما بتاعتي بتساوي ايه؟ 20 في تأثير ده. تأثير ده عبارة عن ايه؟ تأثير ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحتة الصغيرة دي اللي هي بوينت كام؟ 2. لكن التانية بقى اقول هنا زائد 40 في اول حاجة اللي هي ال 20 وال 10 دي، ماشي؟ اللي هي بوينت 2.47 تقريبا، ناقص كام؟ بتاعت مين؟ ده؟ لا مش بتاعت ده، انت بتطرح دي عشان النقطة تبقى فين؟ في الركن. دي اللي هي كام؟ لو تفتكر اللي هي كانت 10 في 5، واحنا قبل كده جبنا ال 10 في 5 كانت طالعة قيمتها كام؟ كانت طلعتها 0.2، صح؟ ال 10 في 5 كانت طالعة 0.2. من هنا أقدر أطلع قيمة الدلتا سيجما عند النقطة سي. بكده يبقى انت جبت تأثير القوة او تأثير اكتر من مبنى عند نقطة معينة على عمق ايه معين بطريقة مين؟ فادوم. بكده يبقى احنا خلصنا المسألة بتاعت الاستريسز. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.